السلام عليكم، معكم الدكتور يونس حيمي، طبيب اختصاصي في الطب النووي والعلاج باليود المشع في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. اليوم غادي نهضر لكم على هذا الاختصاص، الاختصاص ديال الطب النووي وعلاش كيصلاح وفوقاش كنحتاجو. اختصاص الطب النووي هو علاش شنو هو باختصار؟ هو انه كنعطيو للمريض واحد الحقنة من مادة مشعة، هذيك المادة مشعة الإشعاع ديالها قليل وما كتأثرش على المريض، ولكن المعلومة الطبية اللي كتعطينا هي مهمة بزاف. كمثلا في مرض السرطان اش كيعطينا هاد الحقنة هذه، كتعطينا شنو هو هاد المرض هذا وفين وصل مدة الحدة الانتشار ديالو. الوغ في هاد الطب النووي عندنا جوج ديال هذه دو فولي، كاين الفحص وكاين العلاج. في الفحص عندنا جينيرالمون لو بيت سكان وعندنا لا سنتيغرافي او الفحص البوزيتروني. راه الفحص البوزيتروني كنعطيو للمريض واحد الماده مشعه اللي فيها سكر، هذاك السكر كيمشي جينيرالمون كنبغيو نعرفوا به الكونسير وفين واصل، كنعطيو للمريض هذاك السكر اللي هو مشع كيبين لينا فين كاين لو كونسير ديالو وفين الانتشار ديالو. في سنتيغرافي حتى هو تقريبا نفس الحاجة، مادة مشعة، لكن كنبغيو نعرفو شنو هو العضو اللي بغينا نكشفوه. مثلا في لا سنتيغرافي ديال العظام او لا سنتيغرافي اوسوز كنعطيو مادة مشعة ديال العظام اللي كتمشي غير العظام ديال الجسم والهيكل العظمي ديال الجسم لو كنشوفوه كامل وكنعرفو واش كاين شي مشكل ولا لا. بالنسبة للعلاج فغالبة العلاج اللي كنديروها في هذا الاختصاص هو علاج ديال مشاكل الغدة الدرقية، وهما سواء إفراط في إفراز الهرمونات ولا سرطان الغدة الدرقية. في هذه الحالة هذا المرضى اللي كيكون عندهم هذا المشكل هذا غالبية ديالهم كيتشافوا حيت كنعطيهم واحد المادة مشعة، هذيك المادة المشعة اللي كتمشي كتقضي على السرطان وعلى الخلايا السرطانية بصفة نهائية. في الختام تخصص الطب النووي هو تخصص اللي عرف واحد تطور كبير في هذه العقود الأخيرة، والمعلومة المهمة هو أنه المريض اللي كيجي عندنا المادة اللي كنعطيو واخا مادة مشعة ما كتشكلش عليه خطر بصفة نهائية وما عندهاش اون توكسيسيتي، ما كتأثرش على الكلاوي ديالو ولا شي حاجة أخرى، وبالتالي بالنسبة للأشعة اللي كنعطيوه ما كتأثر لا عليه ولا للناس اللي دايرين به.